إحياء ليوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 من نيسان من كل عام، نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية بجامعة القدس المفتوحة فرع الخليل هذا المهرجان لتكريم أهالي الأسرى لا سيما المؤبدات، وذلك تحت عنوان أسرانا في عيوننا. نؤكد ونصر على أهمية يوم الأسير الفلسطيني، حيث أننا اليوم قمنا بجمع يقارب 104 أسير عائلات أسرى أصحاب المؤبدات كي نكرمهم لأنهم هم أصحاب التضحيات. والآن القضية الفلسطينية وقضية الأسرى أخصها بالذكر أنها منسية على الساحة الإعلامية والدولية وجميع الساحات الفلسطينية. نحن في جامعة القدس المفتوحة، مجلس طلبة وحركة شبيبة طلابية وكتل أخرى وإدارة، نجد من واجبنا في يوم الأسير الذي أصبح يوما نعتز فيه بأسرانا أن نتقدم بالشكر والاحترام لأهالي الأسرى ونعرب عن فخرنا لإخوتنا القابعين في سجون الاحتلال. المهرجان الذي تم فيه تكريم أكثر من 120 عائلة من ذوي الأسرى، جدد المشاركون فيه العهد والوفاء للأسرى الذين يقبعون خلف قضبان الاحتلال، مؤكدين على مواصلة النضال حتى دحر الاحتلال وكنس الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية. خيرة أبنائنا ورجالنا وقياداتنا اليوم هي خلف القضبان، ولذلك نحن ننحني لهم. نحن اليوم نبعث برسالة باسم الأخ الرئيس، باسم القيادة والشعب الفلسطيني لأسرانا، رسالة عهد وثبات. نقول لهم لن نرتاح، لن يكون هناك استقرار، لن يكون هناك أي معنى أو طعم للحياة دون أن تكونوا بيننا، دون أن تعودوا إلينا. 6500 أسير ما زالوا يقبعون خلف قضبان السجن. نقول لهؤلاء في رسالة واضحة، ويقدم أبناء شبيبتنا في رسالة واضحة، أننا على العهد باقون ومعكم مستمرون، ولا بد للقيد أن ينكسر، وحريتكم إن شاء الله على الأبواب، ولا بد لهذا الفجر أن ينير سماء فلسطين وأن تكون في وسطنا. المهرجان شمل على فقرات فنية فلكلورية وبعض اللوحات والشعارات التي طالبت العالم ومؤسسة الأمم المتحدة بالتدخل والإفراج عن الأسرى لا سيما المرضى منهم من داخل سجون الظلم والظلام. على أعتاب يوم الأسير الفلسطيني تتسع دائرة التضامن مع من ضحوا بأعمارهم خلف قضبان الاحتلال. ساري العويبي، تلفزيون فلسطين، الخليل.